لماذا يقال لك الذيب أو خلك ذيب؟ لماذا الذئب بالذات؟ لماذا التشبيه بالذئب؟ معلومات قد لا تعرفها عن الذئب: لا يأكل الجيفة مطلقا، وهو من فصيلة الكلبيات ومن سلالة ملوك الحيوانات. لا يحدث عند الذئب زواج المحارم، أي أنه لا يتزوج من أمه أو أخته كباقي الحيوانات. وفاو الأزواج لديه منقطع النظير، أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة مدى الحياة، وكذلك تفعل الأنثى. ولذلك فإن الذئب يعرف أبناءه، فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد. في حالة موت أحد الزوجين، يقام حداد من قبل المتبقي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تستمر سنة كاملة تصاحبها حالة